يلا نحل على الآ والآن يا ولاد. Number one, I am reading a or an book. طبعا book هنا بدأ بحرف ساكن، يبقى الحرف الساكن هنجيب قبليه a. A book. تمام. Number two, I saw a ولا an animal. Animal بدأ بحرف متحرك، يبقى نجيب قبلها an، يبقى هنختار an يا ولاد. تمام. Number three, I catch a or an fish. طبعا letter F دي من الحروف الساكنة، يبقى هنجيب a. هنجيب ايه يا ولاد؟ a، هنبقى a fish. Number four, he is a or an teacher. teacher بدأ بحرف ساكن، يبقى هنجيب ال a. شايفين يا ولاد؟ اهو. اوكي. طيب this is a or an umbrella. هنا letter U بيقول ا، الساوند بتاعه ا. طالما الساوند بتاع letter U ا، يبقى هنجيب قبليه an. العلاج بتاعه لما يقول ا بتبقى an. اوكي. لكن يا ولاد لو اتنطق باسمه اللي هو اليو، يبقى بقى حرف ساكن يا ولاد. لو حرف اليو اتنطق باسمه يبقى بقى حرف ساكن، وده احنا وضحناه في الشرح. He is a or an engineer. طبعا engineer بدأ بحرف متحرك، يبقى نختار an. اوكي. طيب number seven, she ate a ولا an orange. orange بدأ بحرف متحرك، يبقى هنختار لها an. تمرين بسيط جدا على ال a وال an. تمام. هنا it's a or an dog. dog بدأ بحرف ساكن، يبقى هنختار ال a. a a. تمام. اوكي. طيب هنقول number nine, he is a or an doctor. طبعا doctor بدأ بدي اللي هو حرف ساكن، هنختار a. تمام. طيب number nine, it's a or an elephant. elephant بدأ بحرف متحرك، يبقى هنختار an. اوكي. هنا it's a or an ox. ox بادئ بحرف متحرك، يبقى هنختار an. خلاص يا ولاد، هي بقت زي لعبة، واللعبة انتوا بقيتوا بتعرفوا تلعبوها. it's a or an box. البي حرف ساكن، يبقى هنختار لها ال a. اوكي. number 13, she is a or an girl. طبعا girl حرف ساكن، يبقى هنختار له a. اوكي. هنا this is a or an apple. طبعا apple بدأ بحرف متحرك، والحرف المتحرك بيحب يجي قبليه ال an. اوكي. 15, that is a or an bird. طبعا bird هنا بدأ بحرف ساكن، يبقى هنا a. اوكي يا ولاد. طيب هنا this is a or an frog. هنا letter F حرف ساكن، يبقى ياخد ال a. تمام. this is number 17, this is a or a ant. ant هنا يا حبايبي بدأ بحرف متحرك، يبقى an. اوكي. number 18, that is a or an pencil case. طبعا pencil case بدأ بحرف ساكن، هتاخد a. اوكي. 19, I like playing with a ولا an ball. طبعا ال b حرف ساكن، هيبقى a. this is a or an fan. طبعا fan يا ولاد هنا بدأ بحرف ساكن، هتبقى A. اوكي. 21,
This is a or a new car. هنا يا حبايبي هنا في ان، هنا في ان، خلي بالكم يا ولاد الاي والان بتبقى تبعا للايه للصفه برضو، خدوا بالكم. هنا الان حرف ساكن يبقى a new car. A new car. طب تعال نشوف number 22. This is a or an ugly monster. حبايب الحلوين هنا الصفة عندنا بدأ بحرف a. اليو بيقول a هتبقى an. يا ميس هنا المفرد بدأ بالام، ملناش دعوة، احنا لنا الاي والان اللي جاي بعدها الصفة اللي بعدها بدأ بايه باليو. يبقى خد بالكم هنا الاي والان بناخد باللي بعدها على طول، يعني 23 that is a red bike. شايفين هنا red بدأ بايه بالار، حرف ساكن يبقى الاي. 24 this is a or a new car. هنا الان حرف ساكن يبقى هنقول a new car. The last one it's a or an old yellow ruler. هنا كلمة ruler بدأ بحرف ساكن، بس هنا الكلمة اللي بعد الآ والآن بدأ بحرف متحرك كصفة، يبقى هنختار an يا ولاد. يبقى an بتتعامل بالكلمة اللي بعدها سواء كانت صفة بقى أو اسم، هي بتتعامل بالكلمة اللي بعدها يا ولاد. أوكي تمام كده.